شوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: القبض على حكم معروف لتجارته في المخدرات. أما صحيفة الحياة: أرضية الملعب تثير استياء الاتحاديين. القسم الرياضي بصحيفة الاقتصادية: الهلال يريح لاعبيه 24 ساعة. وفي عنوان آخر: الجبيرة تلف قدم العنزي وقرار طبي يحدد مشاركته. في صحيفة الرياضي: 70 سعودية يشعلن حماس النمور في سيول. في صحيفة شمس: نصراوي لشمس طخ محادثة عبد الغني لتغطية قضية بطلها هارب. انشغال نائب رئيس الهلال يقرب الناقور من منصبه. وأخيرا في صحيفة عكاظ: الاتحاد ينتظر مكافأة الرئيس العام وغياب العنزي عن مواجهة سيول. 6 مباريات وغرامة مالية بانتظار عبد الغني. طبعا اللي يبغى على تفاصيل العناوين يذهب صباحا ويحصل على الصحيفة. ضيوف حلقة الغد: نبيل العبودي الكاتب والناقد الرياضي، وطارق بن طالب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر. محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا تركيانا، سعيد أن أكون معك ومع القلم الآني فواز الشريف، وإن شاء الله صحيفة الرياضي السعودية تكون في مقدمة الصحف، وأنا واثق من نجاحاته لحياديته وموضوعيته المعروفة. شكرا لك محمد. شكرا فواز الشريف، رئيس تحرير صحيفة الرياضي السعودية، شكرا جزيلا لك. أشكرك تركي، أشكر برنامج كورة، البرنامج المتميز حقيقة تركي، يعني مرة بعد مرة تثبت أنه أنت كإعلامي وكمحترف لك أسلوبك وطريقتك، والحمد لله الذي نجانا منك هذا اليوم. شكرا فواز، موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.